السلام عليكم، معكم سعيدة من مدينة أسفي، مريضة بسرطان نوع ميتاستاز، وكما كيقولوا ولينا محاربات والحمد لله محاربات، يعني كنحاربوا هذا المرض اللي هو السرطان. اكتشفتو يعني كانت واحد الصدمة بالنسبة لي ولعائلتي، ولكن الحمد لله بفضل دابا التوفر ديال الأدوية والأطباء الكفء والطبيب المعالج ديالي كنوجه ليه الشكر الجزيل. زعما صراحة هو كيبحث وكيدير باش يعني يوفر لينا أحسن الأدوية لهذا المرض السرطان. وكنت كنعاني يعني من بزاف د الحوايج، التنقل لمدينة أخرى باش نداوى وهذا، ولكن الحمد لله ملي ولات عندنا هاد المصحة ديال الاكتظاظ في مدينة أسفي، يعني مدينة أسفي لها الفخر أنها كتوفر الآن على هاد المصحة من نوع الرفيع، يعني كيقولوا بحال لوطيل، يعني بحال لوطيل 5 إطوال وشي حاجة يعني فوق التخيل. هاد الاكتظاظ يعني نعمة عطاها لنا الله سبحانه وتعالى، يعني نسينا المعاناة اللي مع اللي دوزنا مع الصرف. أنا بعدا أنا شخصيا نهضر على راسي، كنا كنعانيو ماديا ونفسانيا ومعنويا، والطريق وسيري جي والحسون وفي الشتاء والفياق بكري، ومتى غنفيق ناري الكار غيمشي عليا، يعني بزاف الأمور. ولكن الآن هاد المعاناة كلها تحيدات، يعني هاد المصحة، المصحة الخاصة اكتظاظ بمدينة أسفي، يعني كتوفر على جميع ما يلزم مريض السرطان. كنتوفروا على احدث التقنيات اللي كتمكن لنا من تشخيص ومن علاج جميع انواع السرطانات في جهه اسفي والصويره والنواحي. بفضل الفريق الطبي والشبه الطبي المتمرس كيمكن لنا نواكبوا المسارات العلاجيه للمرضى ديالنا بطريقه مختصه. كثم علاج الاورام كيوفر للمرضى ديالو العلاج الطبي عن طريق العلاج الكيميائي لاشينيو، العلاج الهرموني، العلاج الموجه بالليمينوثيرابي او لاثيرابي سيبلي. وكذلك كيوفر العلاج الإشعاعي بأحدث التقنيات. كيف ما كتعرفوا العلاج الإشعاعي فيه جوج الأقسام، العلاج بالأشعة الخارجية والعلاج بالأشعة الداخلية. بالنسبة للعلاج بالأشعة الخارجية كيوفر المركز تقنيات متقدمة بما في ذلك الستيريوتاكسي اللي كتمكن علاج الأورام بأقل أضرار. أما بالنسبة للأشعة الداخلية لاكيوريثيرابي فهي عندها مكانة مهمة في علاج سرطانات العنق الرحيم، علاج سرطان الثدي، وعلاج سرطان البروستات بأحدث التقنيات. أنا اسمي حنان، مريضة سرطان، يعني محاربة سرطان. اكتشفت المرض في 2021، الحمد لله بفضل صدي ربي ولا عندنا سبيطار هنا في أسفي، ولات نقصات علينا ديك المعاناة اللي كانت عندنا قبل، لا في التنقل ولا في ستريس ولا في اي حاجه حيدات. الحمد لله كنجيو هنا سبيطار معامله ما عندي ما نقول، فوق رائعه طبا الحمد لله ولله الحمد، قلوبهم مليانه رحمه ومليانه رأفه وعطاء، يعني كيكملوا من عندهم باش يعاونوك انت المريض، كيقدموا لنا الدعم النفسي ومادي حتى هو. الحمد لله والشكر لله. دابا انا كندير الدواء ديالي هنايا وبخير وفرحانه والحمد لله والشكر لله. هذه المصحه هذه هي اول مصحه على صعيد اقليم وعلى كذلك على صعيد الجهه. هي مصحة كتحتوي على واحد المجموعة ديال المصالح اللي كتقدم واحد المجموعة ديال الخدمات الطبية مهمة بالنسبة للساكنة ديال المدينة واللي كانت محرومة منها قبل هذه المدة. هذه المصحة المصالح فيها أولا مصلحة طب النساء، مصلحة طب، مصلحة الجراحة، مصلحة ديال قسم المستعجلات واللي كيعمل 24 ساعة على 24 ساعة، وهذه من بين المسائل اللي هي
ولا جديده بالنسبه للمدينه، بحيث ان كيتواجد طبيب مختص في الانعاش 24 ساعه على 24 ساعه، كذلك كتحتوي على مصلحه ديال المختبر اللي كيشتغل 24 ساعه على 24 ساعه. وهنا عاوتاني كذلك ناكد على انه مساله اللي ما كانتش قبل واللي اليوم حاليا الحمد لله كاينه، وكذلك كتحتوي على مصلحه ديال الطب ديال الطبيب الاشعه الراديولوجي، وهذه الراديولوجي كتحتوي على ليغام سكانير راديو ستاندار، وكذلك الماموغرافي الى جميع يعني الفحوصات ديال الاشعه كتواجد الحمد لله، واللي كتشتغل كذلك هي 24 ساعه 24 ساعه. راه الاشاره ديال الساكنه ديال الاسفي والساكنه ديال الجهه ككل، وابوابنا مفتوحه ومستعدين نعملوا ونصنتوا لجميع الاقتراحات وجميع الاراء اللي ممكن انها تزيد تهز من المستوى ديال التطبيب. ما ننساش كذلك انه خلقنا واحد الخليه اللي هي كتكلف بالدراسه، وكذلك دراسه ديال جميع الملفات ديال المرضى اللي يمكن تناقش في اطار علمي، واللي كتنعقد هاد اللجنه كتنعقد كل اسبوع كل يوم الاربعاء، وعندنا اليوم مع 23 ان شاء الله غادي نكون عندنا هاد اللقاء هذا، واللي كنجمعوا مجموعه ديال الاختصاصيين اللي حاضرين كيحضروا معنا، واللي ما حاضرينش كيتواصلوا عن بعد، واللي الغايه منها هو دراسه جميع الملفات الطبيه واتخاذ جميع القرارات الطبيه والعلميه من اجل تحسين جوده الخدمات ديال اللي كنقدموا للمرضى ديالنا.